طيب we stopped in which page the last time؟ stop in page 131. 131. نبدأ بالقراءة، Just a minute. يعني مش المفروض نبدأ بالباراجراف. Paragraph. حاضر يا سيف، بس خليني أفتح البيت عشان أفتكر آخر حاجة وقفنا عندها. 131. طب if we have a paragraph, open your notebook. ممكن حد يقرأ لنا الباراجراف كان عن إيه؟ Using internet is very important important for everyone. okay, just a minute. This is the introduction. إحنا بس كتبنا المقدمة وما كملناش. Yes, miss. طيب please continue. Open your notebook to start writing. يبقى هنبدأ كده الانترودكشن اللي قالها لنا سيف، دي اللي احنا كتبناها من المرة اللي فاتت. يوزينج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسمة، هاو ار يو؟ I am C. سيف ولا بسمة؟ أسيل. أسيل. ازيك يا أسيل؟ أنت كويس؟ كيف انت، مالك تعبان ولا ايه؟ أيوة ايوه أنا. سلامتك. سلمتك. طيب كلنا نفتح النوت بوك وهنبدأ نكتب الباراجراف بسرعة وبعدين نبدأ الدرس الجديد. قول لنا سيف المقدمة تاني. using internet is Very is very important for for every one. وعليكم السلام يا كريم، how are you؟ كريم نفتح النوت بوك ونكتب الباراجراف ده اللي احنا كنا بنبدأ نكتبه المرة اللي فاتت. طيب نقول بقى ايه؟ أول حاجة you can، أول حاجة ممكن تعملها في using the internet ممكن نعمل إيه؟ you can إيه؟ هيا يا إسلام. You can search in internet. you can what؟ Search. search. you can search for information. For your homework. information for your homework. on the internet. دي أول واحدة. إيه كمان؟ ها؟ هاي أسيل. هاي ريمان. What can you do else on the internet؟ نقدر نعمل إيه كمان؟ Islam said that you can search for information to do your homework on the internet. ممكن نعمل ايه كمان on the internet؟ And watch video and watch برافو video. عليك. You can watch video.
You can watch videos. What else? and download music Yes, online يا can ماشي download online music. online ما هو كل ده اونلاين. احنا قلنا اول حاجة search for information، وبعدين watching videos. ايه كمان يا سلام قلت؟ watch video تطبيق التفسير المحرم. or and order things فيديوز، احنا قلنا order things كمان. ايه كمان؟ نظن نعمل ايه حد كمان كان قايل من شوية download، داونلود download music. داونلود ميوزك يعني احنا كتبناه ولا لا، and دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ you can learn online. ماشي انا كنت بقول لك اونلاين برافو عليك يا ريمان. You can كمان talk. You can talk to people. ممكن نتكلم مع الناس. طيب these are the good things. What about the bad things؟ ايه الحاجات اللي ما ينفعش ان احنا نعملها او ممكن تضرنا اونلاين؟ ممكن مثلا نقول ايه؟ It's important. في حاجة الجملة دي ممكن يعني نختم بيها. It's important to use internet. also What? I can tell every on my احنا دلوقتي بنحاول نكتب conclusion، نكتب sentence نختم بيها الباراجراف. It's important to use internet. مهم ان احنا نستخدم الانترنت، but you have to be careful. لازم نكون ايه؟ حريصين. I need you to write this in your notebook. خلاص كتبنا ده. نو طيب انا قربت قربت اللي بيكتب ممكن يحاول يكتب بسرعة شوية. Finished. Okay, Safe, have you finished? Yes, miss. محمد موجود معانا؟ I am. اتفقنا أول سيشن كلنا هنفتح الكاميرا، يا ريت كلنا نفتحها. طيب محمد خلصنا؟ أنا لسه خدتها لقطة سيس. طيب اللي ملحقش يخلصها ممكن ياخدها سكرين ويبقى يكتبها براحته علشان الوقت، أوكي؟ ممكن ناخدها سكرين بسرعة. دون لا بس احنا كان عندنا ديكتيشن اللي هو في الواتش ميوزك والليرن سينج دول لا، هو احنا مش هيكون عندنا النهارده وقت للديكتيشن، عايزين نبدأ السيشن على طول. فممكن لو في ديكتيشن نبقى ناخدها مع بتاعة المرة دي ان شاء الله. مفيش يا نت. لا هو كان البرابراب بس حضرتك من مليان مرة اللي فاتت خدنا خلاص ديكتيشن يبقى خلينا نبدأ ان شاء الله ليسون 4 تقريبا، صح؟ فري يا مس just a minute.
Okay, let's start for lesson three. بس الأول خلوني أسألكم. Did you try before to search on the internet to find any information to do your homework؟ يعني في مثلا مرة من المرات خدنا homework في أي subject، مادة من اللي احنا بندرسهم، واستخدمنا جوجل to find information to help us، ولا مرة حاولنا نستخدم جوجل ندور على معلومات على جوجل نعمل بيها أي homework؟ حد استخدم جوجل قبل كده؟ طيب خلوني مثلا اوريكم انا حاجة هنا، هحاول اعمل لكم شير للسكرين. هنا مثلا كده Can you see the screen now؟ Yes. Just a minute, yes. What did you get? طيب هنا كده Can you see this part؟ شايفين الجزء ده؟ Yes, ma'am. مكتوب ايه؟ حد يقرأ لنا كده مكتوب ايه هنا؟ There's Google on time and URL. برافو عليكم. سيرش جوجل، الجزء ده هنا الأبيض ده بنسميه سيرش انجن. سيرش انجن يعني محرك بحث، اللي هو الجزء اللي أنا بكتب فيه أنا عايز أبحث عن إيه. خلينا مثلا نبحث عن تيرتل اللي هو جايبها لنا في إيه؟ بالكامل. مش دلوقتي، عندي لسه بريك. فأنا هكتب هنا، هكتب هنا في السيرش انجن ده الحاجة اللي أنا عايزة أبحث عنها. أنا دلوقتي هكتب مثلا research about tortoise or turtle، عن السلحفة، فأنا هحاول أجيب معلومات من على جوجل عن التيرتل، فهنكتب هنا في السيرش انجن ده turtle، وبعدين هنضغط enter أو هنضغط هنا عند علامة العدسة دي اللي هي search، هيطلع لنا كل اللي احنا شايفينه ده. هيطلع لنا هنا أكتر من نتيجة، يعني هنا في كلمة turtle، هنا turtle spices classification و facts، في هنا اللينك التاني ده في sea turtle، فهيطلع لنا أكتر من نتيجة. تمام؟ المفروض إن أنا لما أجي أكتب search بعمل بحث، يعني مش بفتح لينك واحد وآخد منه، لا، المفروض إن أنا بفتح أكتر من لينك من اللي قدامنا دول، وأحاول إن أنا أقرأ وبعدين اخد معلومات من هنا ومن هنا ومن هنا. تمام؟ يعني ما اعتمدش على لينك واحد واقول خلاص هو ده انا هكتبه وانقله وخلاص، لا، بنفتح اكتر من لينك من اللي ظهروا لنا دول وناخد منه الانفورميشن اللي احنا عايزينها. انا هنا هفتح واحد ده اللي هو سي تيرتل ونشوف هيطلع لنا ايه. شايفين كل الانفورميشن اللي طلعت دي؟ المفروض ان هي هتساعدني في البحث بتاعي او في الريسيرش اللي انا هعمله. طيب الكلمات اللي احنا شايفينها ملونة دي، حد عارف هي ليه ملونة بلون تاني؟ ليه هي لون مختلف عن لون البحث؟ الكلمات دي بنسميها الكي وورد. الكي وورد يعني الكلمات الأساسية في البحث بتاعي، فاهمين؟ يعني الكلمات المهمة في البحث هو بيلونها لنا بلون تاني على جوجل. أوكي، انتوا فاهمين كده ازاي ابحث عن حاجة في جوجل؟ طيب خلونا نشوف الكتاب هيقول لنا ايه. Here is steps for search online. طيب يا شباب، I need someone to read the steps for searching on the internet. مي مين؟ سيف؟ اسلام يلا اسلام.
اللي هي بتاعتها رنا، صح؟ رنا رنا ايوه هاد، رنا هاد هوم ورك شي وانت وانت تو دو ريسيرش، شي وانت تو فايند انفورميشن واي هاو كان وي هيلب هير. طيب رنا has a task أو has a research and she wants to do a research on the internet تمام؟ فاحنا عايزين نساعد رنا، هنساعدها ازاي؟ أول حاجة what do you want to find right questions؟ أي سؤال أنت عايزة تسألي عنه عن موضوع البحث اكتبي على الإنترنت أو على جوجل. طيب قلنا بنكتبه فين؟ بنكتبه في الجزء ده اللي هو اسمه search engine. هي عندها الموضوع اللي هتعمل عنه search تقريبا عن التيرتل، فكتبت turtle to find the information about the turtle. طيب step number two Riman, can you read it؟ Riman, can you read؟ ثانية بس، كتاب قفل. طيب ها find information طيب online how can we help him. احنا في نمبر 2 find important words We are find the important word in your pristine in your question. In your question these are keywords اللي احنا اتفقنا عليها دي، ان الكلمات المهمة هي اللي ندور نبحث عنها او هنلاقيها متلونة بلون تاني في البحث. this are طيب number three key use search keywords. engine. Search engine اللي هو الجزء ده، الجزء اللي بنكتب فيه الحاجة اللي عايزين نبحث عنها. Search for the keywords ونبحث عن الكلمات المهمة في الموضوع اللي احنا هنكتبه. طيب step number four لينا، can you read it؟ لينا can you read step number four؟ لينا طيب سيف كان يريد نمبر فور ولا مش هتقدر؟ Yes, use two of the three different ويب سايت lists find a lot of information. زي ما قلنا كده لما نكون بنعمل بحث عن حاجة ما نكتفيش بس بويب سايت واحد او لينك واحد نفتحه، لا المفروض نفتح اكتر من ويب سايت، ناخد معلومات من كل مكان وبعدين نقرر احنا هنكتب ايه، ما نكتفيش بس بويب سايت واحد. طيب نمبر 5 can you read it؟ دارين انا مش عارفة انتوا نعم موجودين ولا مش موجودين. دارين اري نمبر 5 كده موجودة يا مس نشوف همس ولينا ايه موضوعهم، ليه ما بيردوش؟ read information and write your it. ideas يعني واحنا بنقرا على الاونلاين او على الانترنت البحث اللي انا هكتب عنه باخد المعلومات واسجلها. write your information او write your ideas. طيب نمبر 6 كملي يا لينا. اوكي find فوتو شو find photos يعني لما نكون بنكتب بحث نحاول ندعمه ببعض الصور.
like this research، زي research اللي موجود عندنا على السكرين ده، هو بيعمل بحث عن السي تيرتل او التيرتل، هنلاقي ليها كذا صورة، اكتر من صورة. طيب نمبر 7 يا كريم، can you read number 7؟ كريم محمد، can you read number 7؟ نمبر 7 where the name رايت of the website يوز. في نهاية البحث لما نكتب البحث ونخلصه، المفروض نكتب المراجع اللي خدنا منها الانفورميشن، يعني انا لقيت الكلام ده في ويب سايت اسمه كذا او ويب سايت اسمه كذا، يبقى نكتب اسم الموقع اللي خدنا من عليه المعلومات في نهاية البحث. دي كانت الستبس اللي المفروض ان احنا نعملها لما نكون بنعمل سيرش على الانترنت for information. تمام؟ طيب I need to start lesson 4 and it's very easy. It's talking about the syllables. What is the meaning of syllables? Syllable is كلمات متقطعة. لا مقطع. يعني ايه مقطع؟ يعني انا عندي في الانجليش كلمات فيها one syllable، في كلمات فيها two syllables، في كلمات فيها three syllables and four syllables. syllable يعني أنا بنطقها مرة واحدة، ولا الكلمة بتتقسم like this word مثلا، لو قلت cat، cat دي أنا نطقتها على مرة واحدة ولا اتقسمت الكلمة وأنا بنطقها مرة مرة واحدة؟ يبقى نقول مرة cat واحدة دي is one syllable word، هي كلمة من مقطع واحد، one syllable word. طيب لو قلنا كلمة زي fat، one syllable or more، one one. طب لو قلنا كلمة like enter net، أنا نطقتها وأنا بقرأها كام مرة؟ enter net، enter net. يبقى هنا it's more than one syllable. احنا عندنا كلمات فيها one وفيها two وفيها three. تعالوا كده نشوف البوك عندنا جايب لنا كام واحدة متقسمة. أول حاجة one syllable words، can you read it with me؟ أول حاجة mouse، mouse هنا نطقتها على كام مرة؟ مرة واحدة one syllable. مرة طيب phone، مرة واحدة screen، مرة واحدة search، مرة واحدة مرة واحدة cat. مرة ما واحدة نقولش بقى مرة واحدة، نقول one syllable word، one syllable. one silver one silver one طيب تعالوا silver نشوف examples of the two syllables، ال two syllables words like tab let، tab let. شايفين الكلمة هنا بننطقها كأنها جزئين، tablet، يبقى دي two syllable words. research، research هنا two. key board، key board. web site، web site. web email، email. these are two syllable words. okay طيب نشوف الثري، like computer، computer. هنا كلمة computer is three syllables، نطقتها على 3 مرات، computer. internet، internet، three syllables. طيب videos، video، video، three syllables. recycle، three syllables. احنا بنذاكرهم يا شباب، نقسمهم كده زي التقسيمة اللي الكتاب جايبها لنا. now I need someone to read them. مي اسلم okay اسلام start. اوكي
تاب ماوس فون سكرين سيرش كات. اوكي اللي بعدها. يلا ريمان اقري لنا السكند بيج. Teacher. اقري البيج اللي بعدها اللي هي ال two syllable words. Tablet. Research. 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 Keyboard. Website. Email. Email. Computer. Computer. Internet. Word. Recycle. Recycle. اوكي Mouse. طيب Phone. اسيل، Yes. لحظة لحظة ريمان اسيل. نعم يا مس. ممكن نقرأ ماشي. تابلت. لا ريكورد. research. ريسيرش. كيبورد. واتساب. إملاي. ايميل، ويب سايت، وبعدين ايميل. إيميل. جهاز. طيب كملي ال 3 syllable words كده. ماشي. كمبيوتر. انترنت. فيديو. كمبيوتر. ريسايكل. ريسايكل. محمد خرج. محمد نعم يا مس. يلا محمد start reading. تابلت. ايفون. كيبورد. ويب سايت. ايميل. كمبيوتر. انترنت. فيديو. ريسيرش. ريسايكل. ريسايكل. طيب يلا كريم. كريم تابلت. ريسيرش. ريسيرش. تابلت. كمبيوتر. كريم الصوت مش سامعاه نهائي. كمبيوتر. إنترنت. لا مش سامع حاجة خالص يا كريم. طيب يا شباب أنا هوقف البرنامج ونرجع تاني علشان ما يوقفناش. أوكي كده.